حوض المعادن ملي كنجيبوه كنجيبوه من الاغذيه اللي هي كتسخن الجسم. هاد الفصل هذا شنو كاين دابا؟ كاين البلوط، كاين التمور بالانواع ديالها، كاين الرمان، وكاين الحوامض، وكاين البطاطا الحلوه. الناس اللي كيقلبوا شتي البطاطا الحلوه الان فيها مكون من المكونات اللي كيستعملوه الناس اللي عندهم امراض المعده. اسمح لي استاذ احلمي ما بغيتش نقاطعك، كنتمنى تبقى الفكره راسخه عندك باش تكمل عليها. نعم. غير الناس اللي تيقول لك باللي البطاطا الحلوه دابا بعض المرات تيلقاو فيها الخيوط، واش ماشي مشكل؟ هو اصلا البطاطا الحلوه فيها جوج حوايج الناس كيستغربوا لهم. نعم. هما في المكونات ديالها، هذيك اللي فيها الخيوط كتكون هي ما طيباش مزيان. أيه. لان راه الاغذيه كلهم سون دي فيبر. نعم. الياف. جوج حوايج ما يستغربوش لهم الناس، هذيك الخيوطات والحليب. اللاتكس. أيه. البطاطا الحلوه راه فيها اللاتكس، خاصه البطاطا الحلوه البلديه. نعم. الوغ البطاطا الحلوه فيها اللاتكس، هذاك الحليب رائع جدا، وشوفوا غير ملي كتقيسوه بيدكم كتلقاو بحال الا كيلصق، هذاك رائع جدا هذه الماده هذه. فقلت انايا البطاطا الحلوه والقرعه الحمراء القرعيات كلهم اليقطينيات بالانواع ديالهم فيهم مواد اللي هم كاينين في هذاك الدواء اللي نتوما كتاخذوا اللي كيتسموا لي زي بي بي، لي زينيبيتور دو بومبا بروتون، اللي بعد منهم راهم تمنعوا. كاينين خاصين بحموضه المعده. تماما. نعم. كاينين استاذ عفاف في البطاطا الحلوه، وكاينين في القرعه الحمراء بالانواع ديالها. اذا القرعه الحمراء بالانواع ديالها كي غدير لها؟ ديرها في العصير، ديرها في الشوربه، دور بها الحريره، ديرها زعلوك، ديرها في الطاجين. كاينه القرعه المغربيه هذيك الرطيليه اللي كتكون مجعده، هذه راه كديرها في الطاجين كتجي رائعه جدا، واحد المذاق رائع. الان دابا كاين الشفرجل، الوغ القرعه الحمراء بالانواع ديالها، كاين الشفرجل، كاين البطاطا الحلوه، كاين الرمان، كاين زيت الزيتون، كاين التمر، كاين البلوط. هاد الاغذيه كلها كتشحن لك الجسم ديالك بالمعادن. في الصباح انايا نركز على التمر، ما يكون جيد. انا خديت غذاء ديال الفصل. زيت الزيتون انا خديت غذاء ديال الفصل. الزيتون كذلك. الاسماك، الوغ الاسماك في الغداء انا خديت غذاء ديال الفصل. دابا في هذا الفصل هذايا راه غيبدا يستهلك النعناع في الاخر ديالو، عفوا غيتسالى استهلاك النعناع في الاخر ديالو، غتبدا الشيبه او النعناع الصوفي. دابا راه الشيبه راه باقا مره، باقا ما لقحات، غير طيحات الشتا الاولى غتبدا الشيبه، داك الشتا الاولى اللي كطيح كاني في النص ديال الخريف كتبدا الشيبه. هاد الاغذيه هادوما هما اللي مشى لهم انهم يشحنوا لنا حتى البطاطا العاديه. حتى البطاطا العاديه راه ممكن حتى دابا الانسان يستهلكها، غير ما تكونش بواحد النسبه اللي هي كبيره. اذا الناس شنو خاصهم من اجل هذه المشاكل الحساسيات ومشاكل ديال الكورونا، باش ما يكونش واحد الواقع اللي هو كبير، شحن جسمك بالمعادن وبالفيتامينات ومضادات الاكسده، داك الساعه غادي تقدر تمر بهذه المرحله دون انك تعرف. نعم. نعم، شكرا لك على هذه التوضيحات لان كانت مهمه بزاف، ومن ضمن الاسئله اللي كتجي كثيره استاذ احلمي. ها احنا دابا فصل جديد، اشنو خصنا ناكلو؟ شنو الخضره ولا الفواكه اللي خصنا دابا نتقداوها ونقدروا نستهلكوها ونعطيوها لوليداتنا؟